وإنه لمن المؤسف حقاً أن هذا الجمود الذي أدى إلى ضعف الأمة الإسلامية بخمود الحركة العقلية والنشاط الفكري فيها قد أفرز في السنوات الأخيرة نوعاً من التطرف مرجعه عدم معرفة الشباب المسلم بحقائق دينه معرفة صحيحة وافية، وكان من شأن ذلك أن استغله البعض في ارتكاب أعمال العنف وفي ترويج قضايا الخلاف التي لا تؤدي إثارتها إلا إلى الفرقة والشقاق والضغينة. لذلك ولكي لا يتخلف المسلمون ويتقدم غيرهم فإنهم مطالبون شرعاً بتدارك هذا الوضع ومواكبة العصر بفكر إسلامي متجدد متطور قائم على اجتهاد عصري ملتزم بمبادئ الدين قادر على أن يقدم الحل الصحيح المناسب لمشاكل العصر التي تؤرق المجتمعات الإسلامية، وأن يظهر للعالم أجمع حقيقة الإسلام وجوهر شريعته الخالدة الصالحة لكل زمان ومكان.